المتابعات. فخورين طبعا بالانتماء للإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة العشرة الدائمة، إذاعة البدايات، إذاعة سنوات وأجيال تعدوا عليها، إذاعة نحن يوميا نصفحكم من خلالها في برنامج يوم سعيد اللي مازال متواصل حتى للتسعة متاع الصباح. في فقرة متابعات وكما قلنا بكري نحب نفهموا شنو حكاية الحجيج اللي توفاو من بن قردان، تسعة هذه الأرقام اللي عنا إلى حد الآن، ثم مجموعة كبيرة من المفقودين أغلبيتهم من الجنوب التونسي. مراسلنا في الجنوب التونسي سيلعوني العجيل هو أكيد واكب هذا الموضوع، من عنده هو ناخذ مزيد من التفاصيل. مرحبا بيك، نهارك طيب. نهارك سعيد نبيلة ليك ولكافة مستمعي ومتابعي الإذاعة الوطنية، وإن شاء الله عيدكم مبروك وكل عام وانتم حيين بخير. وانت زيدة كل عام وانت بألف خير، انت والعائلة وكل أهالينا في الجنوب التونسي. باهي، برشا مفقودين وأيضا وفيات حجيجنا من بن قردان، مش نحاولوا ناخذ معاك مزيد من التفاصيل. أكيد أنت شفت بعض العائلات، أكيد حاولت تواكب الأخبار هذية وتسألت الناس علاش من الجنوب التونسي، هل تم التحايل عليهم من وكالة أسفار، هل أنهم مشاو خارج الوفد الرسمي، شنو عنا معطيات؟ بالفعل هو حتى نكونوا واضحين نبيلة، كل الحجاج اللي توفى والله يرحمهم واللي إلى حد الآن معناها هم في عدد المفقودين أو ضايعين، كلهم رام خرجوا عن طريق معناها الوكالات الصفار وما يعرف بالتشيرة السياحية، مهمش من الوفد الرسمي حتى نكونوا واضحين، وما معنى خارج الوفد الرسمي للحجيج التونسيين. واضح. ولكن يبقوا دائما وابدا هم تونسيين، ما نشبش نديروا واللي واجب معناها الوضعية نعرفوا نبيلة، هي صارت شوية ضغط في السعودية وعلى هؤلاء المواطنين اللي ماشيين بالتشير السياحية، وانهم معناها بخوف السعودية وباش يبدأ معناها فريضة الحج، ونعرف القيمة المالية متاع الحج عن طريق البعثة والحج عن طريق التشير السياحية معناها ما يقارب تخفيض ما يقارب 50%. لهنا امشوا وبقوا غادي يدوا العمرة المرة الأولى وبقوا في أماكن معناها مختبئين وما خرجوش خايفين معناها يتم إيقافهم. ولكن يوم مساء يوم الجمعة يوم 8 من ذي الحجة في العشية خرجوا كل وباش يتوجهوا لعرفات، وقولوا تعرفي الزحمة كذلك ما فهمناش، هم وعدوهم إن حسب ما قالوا إن المرافقين اللي تموا منهم على إجراءات مع وكالات الأسفار إن كل شيء متوفر، هناك حافلات باش تهزهم هناك كذا، لكن ما يقولوش وتعرفي المسافة كبيرة مع درجة الحرارة، إنهم كلهم حبوا معنا يوصلوا للعرفة في الوقت اللي حبوا فيهم ودخلوا، ولكن أمام الضغط معنا نتاع الزحمة كذلك أمام ارتفاع كبير في درجة الحرارة، وهم ناس كانوا معنا في بيوت وكانوا معنا مخلين فيهم برش من معنا سواء اللي توفى معنا بضربة شمس ولا اللي مرض تم تحويله إلى المستشفيات السعودية. العدد إلى حد الآن بصفة رسمية هو 9 أشخاص، هناك معناها أنباء عن وجود جوز أشخاص أخرين معناها أنهم، لكن ما زال ما تأكدتش منها المعلومة هذه على جوز أشخاص أخرين. عدد المفقودين كبير، ثم البارح وصلتني المعلومة ثم ما يقارب 7 أو 6 معناها من الناس من المفقودين تم معناها تعرف عليهم وتم معناها يجوهم في أماكن معناها سواء في مستشفى أو في إحدى المخيمات الأخرى، معناها مهيش حتى مخيمات تونسية. والحق والحقيقة معناها ثم تكاتف جهود كبير ما بين الأهالي الموجودين غادي والمواطنين التوانسي الموجودين غادي في بعضهم، كذلك بصدني حتى من معلومات حتى أن السفارة التونسية تحركت في السعودية وحاولت أنها معناها تتصل مع وزارة الحج السعودية وأنها معناها يحاولوا أن خسنها المفقودين هذا يتعرفوا عليهم من مكان إلى مكان ويلحقوهم معناها ويعودوا بهم إلى الأماكن التونسية سواء للمجموعات هذه أو حتى في مخيمات البعثة الرسمية حتى اللي يتم معناها تسليمهم للوكالات هذه
مرافق. اكيد نحن مش كاملوا نتابعوا الموضوع، انت من جانبك ونحن من جانبنا، مع تحياتنا بالطبيعه للتوينس الكل اللي تضامنوا مع بعضهم في مثل هذه الظروف. ان شاء الله المفقودين الكل نلقاوهم، الله يرحم التسع اشخاص اللي توفوا، وان شاء الله من دنيتهم لجنتهم، وان شاء الله الحجيج الكل سواء اللي مشاو مع البعثه الرسميه او اللي مشاو خارج البعثه بتاشيره سياحيه يرجعوا سالمين وربي يتقبل منهم. مع شكر جزيل ليك سيعوني العجيل. بعد لحظات يكون المجال لشهير الكافي لتقديم الأخبار الرياضية. ابقوا معنا بعد 8 نرجعوا.